دكتور الأخ هاشم بيسأل على مسألة هل يجوز أخذ أعضاء من الشهداء زي مثلا الكلى وغيره لعلاج أشخاص آخرين عندهم فشل كلوي أو يحتاجوا هذه الأعضاء؟ اسمح لي أن ننتهز هذه الفرصة والأخ هاشم معنا من غزة العزة، وندعو الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمته منزلة لإخواننا وأخواتنا وأهلنا في غزة العزة أن ينصرهم الله تعالى ولا ينصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم خزن عنهم ولا تخزلهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأقل عثراتهم وخفف لوعاتهم، اللهم داوي جرحاهم وأبرئ مرضاهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة، وتقبل شهدائهم في الصالحين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة يا رب العالمين. هذه واحدة. الثانية، هذا السؤال طبعا قديم جدا، يعني يأتينا منذ زمن، هل يجوز أخذ أعضاء من يعني إيه ممن أدركتهم منية ليستفاد منها لمسلمين لآخرين؟ من العلماء، وأنا لي بحث في هذا ربما من قرنين من عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن، اللي هو مسألة زرع ونزع الأعضاء. المحققون من العلماء يقولون بجواز ذلك، يعني ولا سيما إذا كان هناك نوع من السماح ونوع من الايه نوع من العفو ونوع من الايه من الاريحيه التي تكون عند اهل المتوفى، او يكون هو نفسه قد اوصى بذلك. والحياه يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني ايه في كتابه الكريم في سوره المائده: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فلما يكون انسان عندي فقد روحه تماما واستشهد ولقي ربا كريما وهو في الجنه، فالشهداء في الجنه كما اخبر بذلك الحبيب المصطفى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فبالتالي لما ناخذ جزء منه بضوابط شرعية تماما، بحيث يكون ذلك قبل أن تمضي فترة طويلة على وفاته، وقبل أن تمضي فترة طويلة على دفنه، لأنه إذا مضى فترة طويلة ممكن الجسم يتحلل، الجسم بتاع الشهيد هذا يتحلل. فإذا أخذ بهذه الضوابط واستفيد منها في حياة إنسان آخر جريح، هذا لا بأس به شرعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور.